مدينة خان شيخون. سمعت صوت طيران، فخت على أول ضربة حوالي الساعة 6:30. طبعا التوأم أحمد وآية وزوجتي. طبعا هون أنا تركت أطفالي وزوجتي بهالمكان هذا وتوجهت صرت أسعف هون. الساعتين حوالي الساعة 3 أو 4 هون سألوني وين أحمد وآية وزوجتك وين تركتهم ولا بحوالي ربع ساعة بيجيبوا لي إياهم كلياتهم. The pattern that we are witnessing is that the regime uses chemical weapons in areas that it regards as strategic, areas that it had besieged for a while, and the final stage of taking these areas back seems to be using chemical weapons to just make the local population flee. هاي المغارة حفرناها من عام 2012 تقريبا وقت النظام بلش يضرب المنطقة هون. السبب اللي خلاني اصنعها هون هو خوفي على الاطفال عندنا هون والنساء، يعني وبعد التهديدات الكبيرة من النظام شفت الضرب الكيماوي فصرنا نتخوف من الموضوع.